قولها اعطيني شوي بتعلم، قوليها مع الوادم. كان عمري 15 سنة والوالدة اللي هي الدوتي تقعد عند العريش ويقرضون البراقع ونحن نطبخ يا هال، يعني نطبخ ونعد لهم. يدو يوم تقرض البراقع يدوتي وخالتي وأمي يوم يقرضون البراقع أنا أشيل قراض البراقع وأقطع بدلها عقبهم، وتعلمت شوية شوية. بعدين قامت يدوتي تقول لي تعالي شوفي وطالع وأسوي، والحمد لله رب العالمين مشت المهنة. وكان قبل بعد ما شيء مكينة إلا على اليدين، نغلة نخيطه ونقرضه ونخيطه ولهذا ونسوي. عقب ما نجهزه وقارضينه ومخلصين وخايطينه نفركه بهاي الصابونة نسقله، وبعدين يبنى هاي اللزقة ولزقناه يبنى الشبق هذا وخاطينا منه ومنه ولبسينا والحمد لله رب العالمين. هذا الذهبي، هذا العادي الأولي، وهذا بالفصوص بعد حديث يلبس في أي وقت، مثلا مناسبة عرس مناسبة عيد زينوا بنفسهم. هو هذا الحين ما يبون شغلنا الحين، هذا مال يدينا يبون الحديث اللي هو متطور، يعني ما يبون هذا الأولي ما يبون الجديد يبون هذا. ونتمنى عيالنا لأنهم يكونون شروانة. اللهم آمين يا رب العالمين.